حياكم الله مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم الأسبوعي نبض اللجان. ضيفنا لهذا الأسبوع رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية النائب صلاح خورشيد. حياك الله ويانا أبو عبد العزيز. الله يحييك. الله يعطيك العافية وشكرا أيضا لدعمك عندما علمت أن يعني لقائنا راح يكون مع أعضاء مكتب الفني للجنة. طلبت أنك تكون موجود ولبيت الدعوة. شكرا جزيلا. أنتم تستاهلون والأخوات والأخوة المشاهدين يستاهلون والمكتب الفني يستاهل. الله يعطيك العافية. كذلك أرحب بالدكتورة هالة الحميدي، الدكتورة هالة مدير إدارة اللجنة المالية والاقتصادية. يعطيك العافية دكتورة هالة. الله يعافيك. وأيضا الأستاذ فهد رشود رئيس قسم الإعداد والمتابعة. قواك الله أستاذ فهد. وكذلك أرحب بالأستاذة زينب الزنكة ورئيس قسم التقارير المالية. حياك الله أستاذ زينب. سأبدأ الحوار مع النائب صلاح خورشيد رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية. الله يعطيك العافية أبو عبد العزيز من جديد. يعني بحثتم اقتراحات بقوانين متعلقة بتعديل قانون الاستبدال وتم الاتفاق على آلية معينة دراسة اقتراحات وتقديم التقرير النهائي قبل بداية دور انعقاد. من خلال هذا الكلام وهذا السؤال يتضح انكم شغالين في فترة الصيف، ماشي، مستمرين في العمل. صحيح. الله يعطيك العافية. وشنو صار على الاستبدال؟ آخر المواضيع اللي ناقشتوها في اللجنة. بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية يعني اسم زملائي أعضاء اللجنة المالية، يعني لابد من إشادة وشكر لأخواتي وإخواني أعضاء المكتب الفني، يعني ممثل في الدكتورة هالة مديرة المكتب الفني، والأخوات والأخوة رؤساء الأقسام والعاملين والمستشارين في اللجنة المالية على العمل والجهد الكبير اللي قاموا فيه. يعني ما في شك يمكن إنتاج وإنجاز اللجنة المالية في دور انعقاد الثالث كان مميز، مو بشهادتي، قد يمكن تكون بشهادة نسبة كبيرة من الزملاء في المجلس يعني إقرار حتى هذه القوانين لما قرت في دور انعقاد الثالث، وكانت إجمالية حوالي 22 قانون. يمكن اللجنة المالية كان لها نصيب الأسد بمثل هذه القوانين اللي أقرت في هذه الفترة وفي دور انعقاد الثالث. هذا رقم واحد. رقم اثنين، يمكن احنا ما نتكلم عن فترة الصيف، لدينا كثير من الأمور اللي يمكن ننتظرها وننتظر إنجازها. واحد منهم هو قانون الاستبدال. في عندنا قوانين أخرى أيضا مرتبطة، إن كان قانون الاستبدال ولا قانون الإعسار أو أيضا يعني التقارير الملزمين أن نقدمها قبل بداية دور الانعقاد. ولما نتكلم عن قانون الاستبدال، هذا قانون قديم، يعني صار له أكثر من حوالي سنتين مدروج على جدول أعمال المجلس، وصار عليه لغط كثير. وحقيقة يمكن كنت أستمع من خلال بعض اللقاءات اللي تتم مع يعني ناس معنيين في هذا الشأن، وكان تتهم اللجنة المالية بعدم إقرارها لقانون الاستبدال، واللي صار عليه أيضا لغط كبير وقدم استجواب حوله من قبل أخذ بعد آخر. نعم. احنا بس للتأكيد أن اللجنة المالية عدت وقرت قانون الاستبدال من حوالي سنتين، درج على جدول أعمال المجلس. مؤسف أن المجلس يعني ما أقر ولا ناقشه، وهذا شأن المجلس بالنهاية. خلصتوا منه اللجنة. احنا كنا منتهين منه من سنتين. يمكن ما يكون في هناك توافق ما بين السلطة التشريعية والتنفيذية على هذا القانون، ولكن كلجنة مالية عدت تقريرها وأرسلته إلى مجلس الأمة من حوالي سنتين ودرج على جدول أعمال المجلس. لما صار استجواب الأخ وزير المالية على موضوع المحاور اللي قدمت، كانت أحد محاوره هو غطاء قانون الاستبدال. وبالتالي يعني لما وجدنا أنه في هناك تعاون من الأخ وزير المالية وفي هناك التزام وتعهد بمعالجة الاستبدال، أنا بصفتي كرئيس الجمالية طلبت سحب هذا التقرير، سحبه لمزيد من الدراسة وبعض التعديلات اللي قد يمكن تكون فيه هناك توافق ما بين السلطة التشريعية والتنفيذية. بناء عليه هذا بالاستجواب الأول. لما انسحب التقرير كان لنا لقاء مع الأخ وزير المالية، يمكن اجتمعنا أكثر من 4 اجتماعات مع أيضا الأخ يعني محمد هايف لما مقدم كان السجواب. مقدم السجواب بعد ذلك، لأن بعد ذلك صار بعد ذلك تقديم السجواب. فكانت في هذه الاجتماعات قبل تقديم السجواب. قبل تقديم السجواب اجتمعت والوزير موجود. نعم، 4 اجتماعات تقريبا اجتمعنا بحضور الأخ محمد هايف. الحقيقة يعني احنا ما نبي نسلق القوانين، هذه يعني جزئية مهمة. الاخوان الاخوات في اللجنة قاموا بدور وايضا اعداد ما هو بسيط، على اعتبار ان عد القانون يبي له مراجعة صحيحة. قدم الاخ محمد هايف اقتراحه، واقتراحه اللي قدمه ما كان ايضا يعني في بعض الاخطاء المطبعية، بالاضافة الى الجانب القانوني اللي قدمه ان كانت في بعض الملاحظات اللي تحتاج الى تعديلات. فوعدنا في أثناء هذه الفترة أن احنا راح ندرسه
ونقدم تقرير متكامل في بداية دور انعقاد. الآن ما لنا علاقة في مواقف أي شخص برأيه في الاستجواب الأول. فوجئنا حقيقة بأن يكون في هناك استجواب من قبل الأخ محمد هايف على موضوع الاستبدال تحديدا. أنا كما وعدت قلت أن احنا سوف ننتهي من إقرار التعديلات وإرساله إلى مجلس الأمة قبل بداية دور انعقاد. لذلك احنا في فترة عطلة صيفية، اللجان قائمة أكيد، اجتمعت حقيقة يعني بالأمس مع الأخ وزير المالية والأخوة في التأمينات الاجتماعية على هذا الموضوع تحديدا، أن نضع التصورات قبل لا نجتمع، ومتوقع أن يكون اجتماع في 20/8 أو الأسبوع الأخير من شهر 8. كانت في هناك ثلاث اقتراحات. الاقتراح الأول بقانون القدم من الأخ نايف المرداس مع أخوة زملاء، وكان تكلم عن تحديدا إلقاء الاستبدال والدخول في موضوع الأمثال، يمكن احتوى على ثلاث مواد تقريبا. أيضا كان القانون نفسه كقانون اللي احنا أرسلناه بتغرير، كنا نوصي وأقرت اللجنة أنه ما يكون يتجاوز أكثر من 3% نسبة الفائدة الموجودة على الاستبدال. كان في تصور من الأخت صفاء الهاشم أن يكون في هناك يعني وضوح، حتى يكون 5 أو 4 أو 3 تعطي الأسباب وما هي يعني حجم الأموال اللي ممكن تتحملها التأمينات الاجتماعية وما هو الدور اللي تقوم فيه التأمينات الاجتماعية. هذا الاقتراح هو نفس القانون ما تغير. وفي اقتراح آخر سوف يقدم بأشمل من الاقتراح اللي قدمه الأخ نايف المرداس. إذا احنا أمام ثلاث اقتراحات بقوانين، وجدت حقيقة تعاون كبير من قبل الأخ وزير المالية والأخوة بالتأمينات الاجتماعية عند اجتماعنا أمس، وما هو رسمي، كان اجتماع ودي، وعطيناهم ما قبل الاجتماع القادم اللي بعد شهر تقريبا. صحيح، على اعتبار لما يجونا في الاجتماع تكون الأرقام دقيقة، إن كان على المقترح الأول اللي من قبل الأخ نايف المرداس أو إن كان على نفس المقترح اللي قدمته الأخ صفاء الهاشم أو إذا كان على المقترح الثالث اللي هو بيكون أشمل. الآن أنا كما وعدت، وهذه يعني التزام علينا، أن يكون هذا القانون راح إن شاء الله نقدم فيه تقرير قبل بداية دور انعقاد، وهذا ما يعني إحنا ملتزمين فيه. عشان ندش في موضوع الاستبدال، هو موضوع كبير جدا، بس أنا أعطيك يعني شيء مختصر عنه، أن يعني موضوع الاستبدال بعام 2005 عندما يعني تم التعديل عليه وأقر من قبل مجلس 2005، كانت في جداول. هذه الجداول ما كانت واضحة، وكانت فيها يعني الفوائد، وأقره بقانون مجلس الأمة. لما أتكلم كثير من الاستجوابات اللي قدمت إلى نسبة كبيرة من وزراء سابقين، أبديها مع إن كان ناصر روضان أو إن كان الأخ يوسف إبراهيم أو إن كان الأخ مصطفى الشمالي أو محمود النوري، كلهم يعني أحد المحاور الرئيسية اللي قاعد يتكلمون عنها هو محور التأمينات الاجتماعية وتحديدا على موضوع الاستبدال. نعم. إذن هذه في مشكلة بالنسبة لنا، يعني في جهد كبير قاعد يبذل من التأمينات الاجتماعية، في استثمارات ضخمة قاعد تبذل وقاعد تعطي دور أن تحقق إيرادات المفروض لها، في مقابل أني أنا أستبدل وأدش في مشاكل قد يمكن تكون هذه المشاكل تؤدي إلى استجوابات وتعيق العمل. فكان في وجهة نظر أخرى أن نلقي شيء اسمه الاستبدال، يتم إلغاءه. طيب. لأن الاستبدال هو حسب نص القانون بالتأمينات الاجتماعية أن يكون جوازي وليس إلزام، يعني بنص القانون للتأمينات الاجتماعية يجوز للتأمينات الاجتماعية أن تمنح يعني للمتقاعد أو لمن أمضى بالعمل، إن كان رجل 20 سنة أو المرأة 15 سنة، ما يعادل 25% من راتبه. الجوازية ليست إلزام للتأمينات الاجتماعية بمنح الاستبدال. هذه أول جزئية فيها نوع من عدم الدقة وعدم الوضوح. اثنين، يعني احنا في إقرارنا قانون التقاعد المبكر عندما أقرناه، كانت واحدة من الميزات اللي يمكن أقرناها اللي هو 7 أمثال الراتب. 7 أمثال الراتب معدل راتب تقريبا
الفرد العادي يعني اللي يكون معدل 1400 دينار، احنا خلينا نقول معدل 1000، ندش على 1000 وأساس نقرب الأرقام، يعني معناه 7 مثال 7000 دينار، هذه صفر فائدة، لا توجد عليها فائدة. قد يمكن احنا من قريناها ب 25% استقطاع من الراتب كبيرة شوي، كانت شوي كبيرة، مع العلم الحكومة لما جت ب 50%، وقبل لا يقرر القانون كان 100%، كانوا يمنحون راتب شهرين و100% خصم، فاحنا توصلنا ل 25%. من جينا للتطبيق قلنا نعتقد انه يحتاج الى تخفيض من 25% الى 10%، فبالتالي 7 امثال راتب صفر فائده على 25%، وسوف يعدل ان شاء الله، لان نقدم الاخ ايضا علي الدغباسي باقتراح بقانون ان يكون الخصم 10%. فلما نجمع هذه الامور يكون بدل ما يكون في هناك استبدال يكون في هناك امثال وزيادتها، بدل ما تكون 7 امثال تكون مثلا خلينا نقول 16 مثل راتب مع تخفيض الاستقطاع، مع تخفيض الاستقطاع، وتكون السبع امثال الاولى صفر فائده، تكون الامثال الاخرى الى 16 مثلا، الى 16 في رسوم خدمات قد يمكن تكون احنا حاطينها بدون رسوم خدمات، بس قد يمكن وارد في الاخذ والعطاء ممكن تكون فيها رسوم خدمات تكون بسيطه وليست بالفوائد وثابت المتراكمه. نعم وثابت. فهذا المقترح اللي احنا بنقدمه قلت لك راح يكون عليه يعني على مدة مرحلتين، فيك تاخذه في جوازية انك تاخذ 7 امثال الاولى في اول فترة، وبعد مرور خلينا نقول سنتين 3 سنوات تاخذ الامثال الاخرى المتبقية لك. يعني سابقا كنت تاخذها بالكامل، فاحنا بنجزئها. لما اي عادلها مع الاستبدال انت بتفوق رقم الاستبدال اللي قاعد تاخذه، وتفكني من موضوع يعني الناحية الشرعية إذا كان في ربا وفوائد وما شابه. مع العلم إحنا في دولة مدنية تحكمها قوانين وليس أمور يعني تتعلق في قضايا الربا والبنوك. الآن هذا جانب. الجانب الثاني نتكلم عن المستفيدين من الاستبدال. أنا عند لما أوقف وأتكلم أقول الاستبدال بوقفه، المستفيدين منه تقريبا حوالي 35,000 شخص استفادوا من موضوع الاستبدال. عشان أعالجه يحتاج إلى يعني أيضا معالجة متكاملة. قلنا أن نتكلم عن أصل دين. أصل دين خلنا نفرض، أعطي مثال، أني أنا استبدلت ب10,000 دينار، مدة السداد 10 سنوات، اللي تراكم من 10,000 دينار 7,000 دينار، فأنت مطلوب للتأمينات أن تدفع 17,000 دينار. خلنا نتكلم عن أصل دين. أصل دين 10,000. الآن شلون نعالج الفرقية؟ أيضا هذه لها معالجة، لأن تعدى أصل الدين. أنا أودي أني أدش فيها بتفاصيل أكثر، لأن إحنا منتظرين الاجتماع مع الأخ وزير المالية عندما يكون إن شاء الله في نهاية شهر 8 إن شاء الله. ندش أيضا على يعني الموضوع بشكل عام. أنا وجدت أن في يعني هناك نوع من التفهم لدى الأخ وزير المالية، وكما وعد ان احنا مستعدين ان نكون يعني على مستوى اكبر في النقاش، وهذا اللي يدعو ان شاء الله ان يكون اجتماع في فتره الصيف. موضوع ثاني واللي احنا ايضا مستعدين له هو قانون الاحسار، وهذا قانون جدا مهم وراح بالتالي يؤدي الى معالجه كبيره في المجتمع الكويتي والتفليس وما التفليس، وهذا احد متطلبات يعني ان كان هيئة أسواق المال أو إن كان في قضايا مرتبطة في قوانين دولية. هذا قانون يحتوي عن حوالي تقريبا 400 مادة، نعتقد أنه يعني يبي وقت من كافي من النقاش، وأعتقد أن الأخت هالة والأخوان الزملاء في اللجنة على أتم استعداد، وأنا أعتقد أن الدكتورة هالة راح تشرح شرح أكبر أنه وزعت مهام عمل في هذا الجانب. عندنا أيضا ارتفاع الأسعار ومسبباته واللي أدت إلى ارتفاع الأسعار، هذا تقرير يجب أن نعده، وهذا يتطلب منا أيضا جهد كبير، أن راح ندعو جهات عدة ممثلة في الدولة، إن كان بوزارة التجارة أو إن كان في هيئة المنافسة أو المنافسة أو إن كان في وزارة المالية أو وزارة الشؤون واتحاد الجمعيات واتحاد التجار، يعني راح تكون دعوة كبيرة إلى يعني جهات عدة. نعم. أيضا في عندنا محاور استجواب وزير مالية الأول وليس الثاني، أيضا احنا مكلفين من قبل مجلس الأمة بمناقشة هذه المحاور وإعداد تقرير حولها ورفعها إلى مجلس الأمة.
بالإضافة لذلك في عندنا اقتراح بقانون قدم مؤخرا وأريد أني أوضحه يعني أيضا لأني شفت عليه لقط. نعم. احنا في عندنا شيء اسمه غلاء المعيشة. صحيح. وهذا غلاء المعيشة يعني كل متقاعد له حق أن يأخذ 30 دينار كل شهر وتزيد كل 3 سنوات. هذا قانون أقر مو من اليوم، من أكثر من حوالي 15 سنة. فبالتالي لما يكون أنت متقاعد من 1000 دينار على أول 8 راح يدش 30 دينار كل شهر لك زيادة على 1000 دينار، فبتكون راتبك 1030 دينار، يسمونها غلاء معيشة. بعد 3 سنوات من 1/8/2019 راح يصير بدل 1030 1060. نعم. في مفهوم خاطئ كان مع الأسف، وأنا فوجئت حقيقة من قبل بعض يعني إن كان من خلال وسائل الإعلام شنو؟ أو أنه كأن أنتوا شون زيدونها بس 10 دنانير بالسنة على كل سنة. لا مو صحيح. ها شلون؟ إحنا ينقلنا ممكن 3 سنوات 30 دينار؟ 30 دينار ينزل لك راتب شهري 30 دينار، بس تزيدها كل 3 سنوات 30 دينار. يعني إذا كان راتبي السنة صار 1030، بعد 3 سنوات يصير 1060، بعد 3 سنوات أخرى يصير 1090، بس ينزل براتبي كل شهر 1030 1060 1090. إحنا لأن وجدنا إنه في هناك يعني حاجة ملحة لأن الارتفاعات الأسعار والغلاء المعيشة، عدلنا هذا القانون اللي هو من 15 سنة. قلنا بدل ما تكون كل 3 سنوات 30 دينار ختكون 60 دينار. فقالوا يعني تسمع بالحكي انه والله انتم بس الزياده اللي تعطونا اياها طب تبوني الغيه انا؟ هذا قائم، هو مكسب يعني ما هو نعم. جديد هو مكسب، انا زدت الضعف له، او هذا اقتراح نتمنى ان تكون في مباركه من قبل السلطه التنفيذيه عليه. احنا للان هذا مجرد اقتراح، مجرد اقتراح، وبالتالي انا قاعد اتكلم عن ضعف الرقم، وينزل لك شهري وليس بالسنه 20 دينار. لا مو صحيح الكلام. فحقيقة أنا تفاجأ من مو لا من الناس يمكن يقارنونها مع الزيادة الدورية للموظفين بشكل عام اللي هي الوزارات. أنا حقيقة ما أستغرب من الناس العامة، قد يمكن يكون في عندها لبس ولغط. أنا أستغرب من الناس المعنيين بالشأن الاقتصادي، أن أنت لما تيجي تقول أنت شو هدفك أصلا من هذا الموضوع؟ هل إثارة البلبلة بس مجرد لإثارة؟ وهذا مع الأسف اللي ما نقول مرات أن بعض وسائل الإعلام مختطفة من قبل السوشيال ميديا اللي ما يكونون صادقين في نشر هذه المعلومة. فالأمانة يعني هذه أيضا مقترح راح نناقشه. نعم. أثناء العطلة البرلمانية، وتحري الدقة دائما مطلوب من وسائل الإعلام ومن الجميع أيضا. النائب صلاح خورشيد، احنا للأمانة سعداء ويعني الحديث معك شيق وذو شجون، وخصوصا اللجنة المالية والاقتصادية. الله، واضح من خلال حديثك وكلامك انه ما في إجازة صيفية الظاهر عندكم. مستمرين بالعمل؟ هو لابد اصلا ما في إجازة صيفية ما راح ننتج، بس اتوقع انها راح تكون بسيطة يعني 3 أسابيع. الله يعطيك من ذلك. وانا يعني اكرر شكري للأخت الدكتورة هالة والأخوات والأخوة في المكتب الفني على الجهد اللي قاعد يقومون فيه، وأنتوا أيضا لكم دور مميز في إبراز هذا العمل مو على مستوى اللجنة المالية، وأنتوا هذا ما قاعد تقومون فيه على مستوى الأداء اللجان، وأيضا شرحه يعني، وهذا ما أتمنى أنكم يعني ياليت مو شرط تكون عضو مجلس الأمة أو رئيس اللجنة أو عضو اللجنة أو مقرر اللجنة، ياليت أنكم تبادرون أنكم تستدعون مدراء المكاتب لان هم ملمين ايضا في هذا. والله احنا هذا اللي يشرحون هذا الجانب اللي ممكن يوضحونه للراي العام. بالضبط. لان حرام ان تظلم هذه العطاءات وهذا الانتاج وهذا العمل وهذا القوانين اللي قاعد تقر بشكل يعني ما يكون صادق وما يكون واضح وما في دقه. مثل لما تجي تقول لي هذا قانون على الاستبدال وطلع بقرار، لا يمكن انك تطلع قرار بقانون، هذا قانون يحتاج تشريع من مجلس، يحتاج تشريع. نعم. بكل بساطه تقول تطلع بقرار، هذا قانون انت قاعد تتكلم عنه. فانا اتمنى ان يعني الدور اللي قاعد تقومون فيه ايضا انكم تكملونه مع مدراء المكاتب العامله في اللجان، وايضا هذا يعني يؤكد يعني مدى خلينا نقول الخلفيه الملمه اللي قاعد يلمونها يعني من قبل العمل قاعد يعملون فيه. وما في شك احنا يعني هذه المسؤوليه يعني الملقاه على عاتقنا، وكذلك عليكم صلاح خورشيد ان دائما تكونوا متواجدين معانا احنا، خصوصا برنامج نبض اللجان، نوضح الحقيقه كامله يعني ونقيه مثل ما هي موجوده في اللجان ومثل ما قاعد يعني يناقشونها في اللجان بالصفه
الحقيقية يعني من غير تشويش أو من غير يعني تحريف للحقيقة سواء في مواقع التواصل الاجتماعي أو غيرها من أي مصادر أخرى. إحنا راح نطلع فاصل إن شاء الله ونستمر في اللقاء بعد قليل مع أعضاء المكتب الفني النائب صلاح خورشيد رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية. شكرا جزيلا لك. شكرا مشاهدينا الكرام. فاصل ونواصل من جديد. حياكم الله مشاهدينا الكرام وجدد الترحيب بضيوفنا وضيوفكم أعضاء المكتب الفني للجنة الشؤون المالية والاقتصادية. دكتورة هالة حياك الله من جديد. يا هلا فيكم. مع انتهاء دور انعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي 15 وما تضمنت اللجنة المالية ما شاء الله يعني بالجزء الأول من الحلقة كان نائب صلاح خورشيد موجود رئيس اللجنة وتحدث عن أشياء كثيرة فعلا وأيضا اللي تم إقراره من قوانين في مجلس الأمة الجزء الأكبر كان أو نصيب الأسد كان من نصيب صحيح. اللجنة المالية والاقتصادية. شلون تحددون أولوياتكم في التعامل مع هذه القوانين والاقتراحات اللي ترد إليكم في اللجنة وكذلك آلية العمل اللي اتبعتوها مع هذا الكم الكبير من التشريعات؟ بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية تحديد أولويات اللجنة يمر بثلاث مراحل. نعم. المرحلة الأولى أثناء العطلة البرلمانية نبتدي نستعد لبداية الدور الانعقاد الجديد. نعم. فنبدأ بمراجعة جميع الموضوعات اللي موجودة على جدول أعمال اللجنة ومن ثم إحنا في المكتب الفني نقترح مجموعة من هذه الاقتراحات في ضوء برنامج عمل الحكومة في ضوء الموضوعات اللي نشعر أن لها أهمية خاصة تحتاج تكون أولوية فنجهز في هذه الموضوعات نجهز فيها مثل مذكرة لنعرضها على الأعضاء. هذا في العطلة الصيفية البلغة. طبعا إيه استعدادات في هذا من ضمن استعداداتنا لبداية دور الانعقاد. المرحلة الثانية أيضا تأتي من لجنة الأولويات. لجنة الأولويات هي من ضمن اختصاصاتها تحديد أولويات عمل المجلس. طبعا لجنة الأولويات تحدد هذه الأولويات عمل المجلس بالتنسيق مع الحكومة وفي ضوء أيضا اطلاعها على برنامج عمل الحكومة وبعد ما تنظر لجنة الأولويات في هذه الموضوعات تعد فيها كشوف وترسلها إلى اللجان المختصة كلا حسب اختصاصها. طبعا احنا ناخذ كشف اللجنة الأولويات وكشف اللجنة اللي أعد مكتب المجلس وتأتي المرحلة الثالثة اللي هي العرض على مكتب اللجنة على أعضاء اللجنة لإقرارها وتجهيزها الموافقة عليها وتجهيزها للبدء وضع خطة زمنية وجدول زمني للعمل منها والانتهاء منها. نعم. وبالنسبة لإنجازات اللجنة خلال دور انعقاد الثالث شنو الإنجازات وهل كان في فرق أو لمستوا فرق ما بين دور انعقاد الثالث ودورين انعقاد الأول والثاني؟ طبعا اللجنة المالية يعني من اللجان اللي دائما في كل دور انعقاد يعني تكون عندها طبعا يعني انجازات ودائما يعني عندها تحتل ايضا يعني قوانينها اهميه خاصه ولها عدد كبير ايضا بس نقدر نقول ان هذا الدور كان استثنائي بصراحه انجزنا فيه مجموعه عديده من القوانين المهمه وفي فتره قياسيه كبيره يعني وبالنسبه للاولويات والتكاليف اللي احيلت لكم لمتابعتها في اللجنة شنو يعني أهميتها بتكلم عن أهميتها؟ طبعا كل القوانين اللي تحال إلى اللجنة كلها مهمة وكلها يعني التكاليف طبعا التي يكون دائما محددة بموعد محدد للانتهاء منها فأحيانا التكاليف تكون في خارج إطار الخطة الزمنية الموضوعة من قبل اللجنة لإنجازها مسبقاً فتضطر يعني دائماً التكليفي ومعه مدة محددة لإنجازها فنتعامل معها بسرعة يعني وندخلها من ضمن برنامج عمل اللجنة ونبدأ في نظرها وإنجاز تقرير في الموعد المحدد. نعم. وبالنسبة للتعديلات شنو دوركم في التعديلات على مشاريع القوانين قبل لا يتم رفعها إلى مجلس الأمة؟ التعديلات طبعا نوعين تعديلات النوع الأول اللي هو قبل نظر اللجنة إلى الموضوع يعني يكون مثلا عندنا مشروع قانون مدرج على جدول أعمال اللجنة وتأتي عليه أثناء نظرة أو أثناء دراسته أو قبل دراسته تعديلات على مشروع القانون هذا قبل اللجنة
هذا قبل تنظر اللجنة أو أثناء نظرها. في النوع الثاني من التعديلات الذي يأتي بعد الانتهاء من اللجنة، من بعد ما يتداولوا الموضوع، بعد ما تنتهي اللجنة من تقريرها وتعده وتنتهي من إعداد المشروع القانون اللي يعرض على جدول أعمال المجلس. فعندما تنتهي اللجنة من تقريرها وترفعها ويبدأ الأعضاء في الاطلاع عليه، تكون عندهم تعديلات عليها. طبعا اللجنة تتعامل مع هذه التعديلات مثلها مثل مشروع القانون أو الاقتراح بقانون، تنظرها وتدرسها وتبدي رأيها فيها، والذي ترى فيه يعني وجهة نظر وتقتنع فيه تتبناه طبعا اللجنة وتوافق عليه وتقره وتعرضه على المجلس للموافقة عليه. نعم، وبالنسبة لكم كأعضاء مكتب فني، شنو دوركم بالضبط في اللجنة؟ هل مثلا يؤخذ برأيكم من قبل السادة النواب، ولا هو يعني يكون للاستئناس فقط؟ لا، المكتب الفني بصراحة في الفترة الأخيرة وبعد التعديلات الأخيرة على هيكل التنظيم للجنة أصبح له دور حيوي ومهم. وأصبحت اللجنة يعني رأي المكتب الفني جزء مهم بالنسبة لها اللي ما تقدر تستغنى عنه. والحمد لله إحنا في مكتب اللجنة يعني عندنا مجموعة من الشباب المتميزين الباحثين اللي على درجة عالية من الكفاءة، يقومون بإعداد مذكرات فنية وبعد البحث والدراسة وتطلع عليها اللجنة. وغالبا في كثير من الأوقات يعني اللجنة تقتنع في رأي المكتب الفني وتأخذ فيه طبعا. طيب، وبالنسبة لي وهذه دائما يعني أظن في الأمور المالية والاقتصادية دائما نواجه هذه المشكلة أو هذا الموقف، الأمور ذات الطابع الاقتصادي المالي، تستعينون أو اللجنة تستعين بجهات حكومية أو جهات متخصصة في البعد الاقتصادي؟ إذا استعانت اللجنة بهذه الجهات وصار اختلاف حول موضوع معين، شنو ما هو الفيصل بالضبط يعني في قرار اللجنة؟ طبعا عمل اللجنة أساسا يعني لابد أن إحنا علشان نبتدي نقطة الانطلاقة التي نبتدئ منها في أي موضوع تبدأ بأن إحنا ناخذ رأي الحكومة في أي موضوع، خاصة في الاقتراحات بقوانين. مشروع القانون يأتي من الحكومة فدائما يعبر عن رأي الحكومة مشروع القانون، أما الاقتراحات بقانون فهي تعبر عن رأي السادة النواب. نعم. فطبيعي أن إحنا لازم نقطة الانطلاقة اللي هي استطلاع وجهة نظر الحكومة في أي اقتراح بقانون مقدم إليها. بعض القوانين، وكما تعرفون اللجنة المالية قوانينها يعني على درجة عالية من الأهمية، كونها تمس اقتصاد الدولة وكونها تمس المواطنين بصورة عامة، فبعض القوانين تحتاج تكون على درجة عالية من الفنية، تحتاج إلى أن احنا رأي ناخذ آراء متخصصين. وبالفعل هذا اللي يمكن لمستوه أيضا في قانون التقاعد المبكر اللي هو التعديلات على قانون التأمينات الاجتماعية، كانت يمكن سابقة في المجلس أن احنا نستعين بشركة متخصصة اكتوارية، لأن يعني موضوع جدا مهم ودرجة الفنية فيه يعني عالية جدا والخبراء الاكتواريين يعني محدودين، فاستعنا في شركة في هذه الشركة للمساعدة في طبعا اطلاعنا على الجوانب الفنية والمالية المرتبطة بخفض سن التقاعد وكلفته، ونتأكد من تطابق الأرقام يعني التي قدمتها لنا الحكومة والأرقام اللي كانوا يعتقدون الأعضاء السادة النواب إن ممكن تكون غير دقيقة أو غير صحيحة. نعم، في قوانين استغرقت وقت أكثر من بعض القوانين الأخرى خلال مناقشة والتداول إلى حين رفع التقرير؟ والله إحنا في يعني اللجنة المالية كل قوانين يعني تكون دسمة، يعني دسمة، وحتى القانون اللي 4 مواد أو 5 مواد يعني كقانون التقاعد وغيره يعني يأخذ منا أوقات طويلة في الدراسة. قانون التقاعد يمكن المبكر حوالي يمكن 7 أو 8 مواد، استغرقنا في دراسته يمكن 3 سنوات وإحنا ندرس في قانون التقاعد، معنا 7 مواد. 3 سنوات. 3 سنوات من دور الانعقاد الأول وإحنا اللجنة تدرسه ويدرج على جدول أعمال المجلس ويعود إلى اللجنة مرة أخرى لمزيد من الدراسة، طبعا نظرا لحساسية قوانين اللجنة.
يعني زين كل قوانيننا دسمة. هني لازم أوقف أنا لأن 7 مواد 3 سنوات. في عندكم قبل شوي نائب صلاح خورشيد في الجزء الأول من الحلقة تحدث عن قانون 400 مادة أي تقريبا. قانون قانون الإفلاس. قانون الإفلاس. إحنا بدأنا دراسته حاليا بتوجيهات من رئيس اللجنة وبدأنا في دراسته. لك أن تتخيل هذا إيش كثر راح يأخذ منه. 400 مادة للأمانة يعني فعلا كم كبير. لكن أنتم إن شاء الله قدها وتخلصون منه في أسرع وقت. يعني تكمن أعلى دقة بعد يعني إن شاء الله. تكمن يعني تكمن المشكلة في أن قوانين اللجنة المالية وإن كانت عدد المواد محدود إلا أن هي فنيتها يعني عالية ودقيقة وصعبة تركيز أكثر. وخصوصا لما أنت هذه القوانين تمس يعني المجتمع كله فتحتاج إلى دراسة متأنية ومستفيضة وأنك تخرج يعني بلا أي ثغرات أو مشاكل ممكن تواجه وترد مرة ثانية للدورة المستندية. في تعاون مع الجهات الرقابية أو الحكومية بتوفير المعلومات اللي تساعدكم في إنجاز العمل؟ ما في شك إحنا بصراحة دائما نلمس من الحكومة تعاون بصراحة جيد في تزويدنا بكافة المعلومات اللي إحنا نطلبها منهم. أيضا من خلال يعني هذه آلية جديدة يعني هي مو جديدة إنما نقول حديثة في السنوات الأخيرة التي مضت تشكيل فرق عمل لدراسة القوانين. غالبا ما تكون فرق العمل مشكلة من الجانب الحكومي وأعضاء المكتب الفني في اللجنة بحيث أن إحنا ندرس هذه القوانين دراسة فنية بعيدا عن التوجهات السياسية أو الآراء السياسية ونصل نحاول دائما فيها ان احنا نقرب وجهات النظر فيما بيننا يعني الجانب الحكومي وجانب الاعضاء وننتهي منها الى وضع صيغه توافقيه ما بيننا وبين اعضاء الحكومه طبعا للعرض على اللجنه. يعني في بعض الاحيان يكون في هناك مثل يعني في بعض المواد التي لا نتفق فيها مع الحكومه وتكون محل يعني خلاف ما بيننا احنا والحكومه نعرضها طبعا نتركها الى اللجنه نعرضها على السادة الاعضاء ويكونون هم الفيصل والحكم القرار النهائي لهم طبعا. أنا قبل لا أطلع للفاصل وأرد الأستاذة زينب والأستاذ فهد كذلك دور الانعقاد الماضي دور الانعقاد الثالث كان استثنائي للجنة المالية لجنة الشؤون المالية والاقتصادية وإنجازات كثيرة ما شاء الله تميزت يعني اللجنة بهذا العمل والإنجاز. شلون استطعتوا أو قدرتوا أنكم تتعاملون مع ضغط العمل والجهد الكبير بتميز؟ أي طبعا ما في شك ان التغييرات الاخيره اللي ادخلها معالي السيد رئيس مجلس الامه على هيكل التنظيمي للمجلس كله وبالاخص اللجنه الماليه كان لها دور كبير ومهم في قدرتنا على التعامل مع هذا الضغط. اللجنه في السابق كانت عباره عن قسم وهو اللي يتولى كل هذا العمل. نتيجة التغييرات الجديدة في الهيكل التنظيمي أصبحت اللجنة إدارة وأصبح فيها قسمين قسم إداري موجود على رئاسة السيد فهد رشود وقسم التقارير المالية اللي هو موجود برئاسة الأخت أستاذة زينب الزنكوي اللي هو القسم الفني. القسمين يكملون بعض طبعا روح التعاون اللي تسود جو اللجنة الإعداد الجيد من قبل القسم الإداري للقوانين كلها بدون ما في شك إن بدون الإعداد الجيد للقوانين وتجهيزها والإعداد الجيد للاجتماعات لم تكن نحن نستطيع إن نحن نوفق في إنجاز 5 قوانين. على فكرة احنا درسنا 5 قوانين خلال شهر واحد أو شهرين والحمد لله تمكننا في هاي الفترة القصيرة اللي هي تقريبا من نص الأخير من شهر رمضان إلى ما انتهينا منهم إن احنا ندرسهم وبدقة عالية وعلى درجة فنية عالية والحمد لله يعني توفقنا فيها. الحمد لله. الله يعطيكم العافية دكتورة هالة وراح نطلع فاصل إن شاء الله ونرجع للأستاذة زينب والأستاذ فهد كذلك بعد فاصل قصير. مشاهدين الكرام فاصل ونواصل.
حياكم الله من جديد مشاهدين الكرام، وأجدد الترحيب بضيوفي وضيوفكم أعضاء المكتب الفني للجنة الشؤون المالية والاقتصادية، أستاذ فهد رشود رئيس قسم الإعداد والمتابعة. ما شاء الله، يعني اللجنة المالية مثل ما قلنا دائما موضوعاتكم كثيرة، وكذلك القوانين التي أقرت النصيب الأكبر تقريبا للجنة المالية. بالنسبة لكم قسم الإعداد والمتابعة، شنو طبيعة عملكم؟ شنو الدور المنوط بكم يعني لمتابعته في هذا القسم؟ بسم الله الرحمن الرحيم، في البداية أشكركم على هذه الاستضافة الكريمة، واللي نستطيع من خلالها نبين دور أعمال أهم الأعمال اللي يقوم فيها قسم الإعداد والمتابعة في إدارة اللجنة المالية التابع لقطاع اللجان. نعم. حقيقة عدة مهام يقوم بها قسم الإعداد والمتابعة، تنقسم إلى قسمين رئيسيين، منها ما يتصل بالشأن البرلماني أو العمل البرلماني، ومنها ما يتصل بالجانب الإداري. أما الجانب البرلماني عادة نقوم يعني تبدي أعمالنا في دعوة أعضاء السادة أعضاء اللجنة الاجتماعات. نعم، وكذلك السادة الجهات الحكومية عن طريق رئيس المجلس تطلع الدعوة، وكذلك دعوة الأعضاء عن طريق رئيس اللجنة. ثم يعني تنظيم وترتيب جميع المرفقات المواضيع من مذكرات فنية من قسم الفني، وكذلك الجداول المقارنة، وكذلك إعداد كشف حضور السادة أعضاء مجلس الأمة، وتنتهي أعمالنا بالشأن البرلماني في بيان أعمال اجتماع اللجنة اللي يتضمن لجميع أعمال المنجزة داخل الاجتماع، ومن حيث الدراسة هل تمت انتهاء منا أو لم ينتهي منا، وكذلك ضيوف اللجنة. أما الجانب الإداري، الآن الجانب البرلماني اللي هو تفضلت فيه اللي هو دعوة النواب، وكذلك نعم، دعوة الجهات الحكومية. نعم، المعنية يعني في هذا الأمر، وأي شخص يعني له علاقة في موضوع اللجنة يتم استدعاء، وبعد نعم ما تخلص اللجنة ترفقون يعني أو توضحون هل تم الانتهاء ولا ما تم الانتهاء والمواضيع التي نظرت في اللجنة. نعم، هذا الجانب البرلماني في بيان الأعمال. طيب، نعم، في بيان الأعمال. الجانب الآخر اللي تفضلت فيه اللي هو الجانب الإداري. نعم. للأمانة الجانب الإداري يعني أعماله عديدة لا حصر لها، ولكن يعني نسلط الضوء على أهمها. يعني تبدي مثل تجهيز اللجنة، مثلا صلاحية أجهزة التسجيل، وكذلك شاشات العرض، وغير ذلك من الأعمال المختصة بتهيئة الجو المناسب، المناخ المناسب لانعقاد اجتماع اللجنة يعني. فهذا باختصار العمل اللي نقوم فيه في قسم الإعداد والمتابعة. نعم. وكذلك عملنا على إنجاز ما يسمى بالأرشيف الإلكتروني. هذا الأرشيف يعني جميع المستندات والمراسلات والردود الحكومية، وكذلك اقتراحات النواب، اقتراحات بقوانين وبرغبة، وكذلك التقارير الصادرة من اللجنة يعني حفظناها فيها، ولازلنا بالعمل عليه يعني، يعني جاري العمل عليه، بس يعني مبدئيا تم إنجاز قسم كبير منه يعني. هذا الأرشيف الإلكتروني. أي نعم. وبعدين يعني راح يعرض للعامة يعني، ولا هو خاص في اللجنة؟ لا هو خاص في اللجنة، في عمل اللجنة يتم الرجوع عليه إذا كان في حاجة لبعض الاقتراحات بقوانين، بعض الاقتراحات برغبة، الردود، المراسلات، يعني يساعد، يكون مساند للفريق الفني أو القسم الفني، وأسرع يعني، وأسرع. نعم، لكم في البحث. نعم، راح أرد لك إن شاء الله أستاذ فهد بعد قليل، لكن بعد ما أنتقل أستاذ زينب رئيسة قسم التقارير المالية، يعطيك العافية. الله يعافيك، حياك. التقارير وإعداد التقارير، شلون تسوون هالتقارير؟ أنت طبعاً قسم التقارير المالية هو المعني بالجانب الفني بالضبط للجنة الشؤون المالية والاقتصادية. نعم. قسم المتابعة اللي هو الجانب الإداري غالباً يكون في قسم متابعة. صحيح. الآن فنياً شلون تسوون هذه التقارير، وكم تأخذ وقت، وشنو مصادركم في استقاء المعلومات؟ يعني بالضبط المصادر اللي تأخذون منها المعلومات لهذه التقارير، منو هالمصادر؟ بداية نتكلم عن مرحلة إعداد التقارير. مرحلة إعداد التقارير هي المرحلة شبه الأخيرة من مراحل عمل اللجنة. إذا بنتكلم عن مراحل العمل، عندنا 4 مراحل عمل تقوم فيها اللجنة. المرحلة الأولى هي البحث والدراسة. المرحلة الثانية هي عقد الاجتماعات، سواء كانت اجتماعات فرق عمل أم اجتماعات اللجنة الرسمية. المرحلة الثالثة هي مرحلة إعداد التقرير النهائي. المرحلة الأخيرة هي التجهيز للمنصة لمناقشة التقرير في الجلسة. فعلشان أنا أبدي في إعداد التقرير، أنا لازم أنتهي من المرحلة الأولى والثانية اللي هي البحث والدراسة وعقد الاجتماعات، علشان أقدر أنا أنجز التقرير النهائي للمنصة، لأن التقرير بالنهاية هو خلاصة للبحث والدراسة والاجتماعات اللي قامت فيها اللجنة.
بالنسبة حق هذا كم تأخذ وقت تقريبا يعني الوقت التقريبي؟ الوقت ما نقدر نحدده يعني يختلف من موضوع إلى آخر وغالبا إحنا حريصين في مكتب اللجنة إن نؤدي التقارير في وقتها المحدد حتى لو تطلب العمل لساعات إضافية للعمل في العطل الرسمية. فهني تي مسؤوليتنا المهنية إن شلون نوازن بين إنجاز العمل في الوقت المحدد وأن يكون تقديمه بالكفاءة والجودة المطلوبة. نعم. ومصادركم بالنسبة لاستقال المعلومات؟ بس قبل لا أقول مصادر بخصوص التقرير، إحنا كباحثين ماليين عند إعداد التقرير لازم نراعي أن التقرير يكون متصف بالسلامة القانونية، السلامة اللغوية، أيضا يحتوي على المكونات المنصوص عليها في المادة 56 من اللائحة الداخلية اللي تشمل التقرير من رأي اللجنة، الأسباب اللي بنت عليها اللجنة رأيها، آراء الحكومة، الهدف من المشروع أو الاقتراح، توصيات وإلى آخره من مكونات. هذه لازم تكون موجودة ومتضمنة بالتقرير. بالتقرير نعم. والمصادر بالنسبة لكم؟ بالنسبة حق المصادر اللي نستعين فيها إحنا كباحثين عندنا ثلاث أنواع من المصادر. المصدر الأول هي آراء الجهات الحكومية، مثل ما تفضل الدكتورة هالة أن إحنا نقوم بمراسلة الجهات الحكومية لاستطلاع وجهات النظر، فهو مصدر من المصادر اللي نستعين فيها إحنا كباحثين في الاستعانة بوجهات نظر الجهات الحكومية. المصدر الثاني هم جمعيات النفع العام وأصحاب العلاقة أو المخاطبين بأحكام هذا القانون. مثال على ذلك قانون المناقصات العامة، التعديلات الأخيرة على قانون المناقصات فيما يخص المشروعات الصغيرة والمتوسطة، كانوا أصحاب العلاقة هم رواد الأعمال المبادرين، فاستمعنا لوجهة نظرهم شنو المشاكل اللي تواجههم في قانون المناقصات وأخذناها بعين الاعتبار في اجتماعاتنا معهم. المصدر الثالث اللي نستعين فيه إحنا كباحثين هي الإدارة العامة للإحصاء، تقارير الجهات الرقابية، تقارير ديوان المحاسبة، عندنا المنظمات الدولية، البنك الدولي، صندوق النقد الدولي، نطلع أيضا على القوانين الدول المجاورة سواء كانت الإقليمية العربية أو العالمية. هذه كلها مصادر تستعين فيها، أيضا البنك المركزي نستعين فيه، فكلها مصادر نستعين فيها كباحثين بالضبط للاطلاع على البيانات والمعلومات اللازمة للتحليل والعرض وربط الأفكار للموضوع. الله يعطيك العافية أستاذ زينب. أستاذ فهد، الآن لأن الوقت فعلا داهمنا فنحتاج أيضا نكون تكون الإجابات بإيجاز، اجتماعات اللجنة كم بلغ عدد اجتماعات وكم ساعة عمل؟ احنا بفضل الله سبحانه وتعالى في الدور هذا اجتمعنا تقريبا 26 اجتماع بواقع 49 ساعة ونص، إضافة إلى ثلاثة اجتماعات فرعية بواقع 5 ساعات ونص، يعني بمجموع عام 55 ساعة. 55 ساعة؟ نعم 55 ساعة. الله يعطيكم العافية. أيضا أستاذة زينب، بالنسبة للتعديلات اللي تتم على القوانين خلال المداولة الأولى تشكل يعني عبء إضافي عليكم مجهود أكثر؟ لا شك أن التعديلات اللي تقدم تشكل عبء إضافي، خصوصا إذا قدمت التعديلات أثناء الجلسة. كثرة التعديلات اللي تقدم أثناء الجلسة على المنصة تحتاج تعامل خاص، تحتاج أن احنا نلتزم في اللائحة، نحتاج أن احنا نبدي اللي هو الأبعد مدى من اللي هي المواد، نحتاج ان نرتب المواد اللي هي المعدله اللي جايتنا من الحكومه او الساده الاعضاء. بس الحمد لله احنا مدربين يعني وتعودنا على العمل تحت الضغط. نعم. تحت الضغط، فالحمد لله يعني. وفي تقسيم بالمنصه، مديره مكتب اللجنه تقسم العمل على المنصه بحيث ان كل موظف يتولى امر معين او مهمه معينة. بالضبط. فهالشيء وايد ينظم العمل على المنصة. الضغط يخف إذا وحيلت التعديلات إلى اللجنة.
اللجنة لها وقت يعني وقت أكبر للدراسة، تركيز أكثر، يعني تركيز أكثر، تقدر تصيغ المواد بشكل أفضل، عندها وقت إن تبحث فيها تدرسها، ممكن أيضا إن نفرز الملاحظات اللي أثيرت بالجلسة ونشوف تساؤلات الأعضاء واستفساراتهم ونقعد ندرسها في الاجتماع، ويطري ممكن تعديل معين، يعني يطري تعديل معين، هذا كله يؤخذ في عين الاعتبار. أستاذ فهد، عدد التقارير اللي أنجزتوها كم عددها، وهل في تقارير أعيدت اللجنة، وليش أعيدت إذا في تقارير؟ أي نعم، بالنسبة للشق الأول أنجزت اللجنة 22 تقرير مدرج على جدول أعمال الجلسة، وفعلا سحبنا عدد تقريرين، التقرير الأول ما يتعلق في نزع الملكية والاستيلاء المؤقت مشروع بقانون، وكذلك المشروع القانون بشأن الاسترداد وهو تعديلات على قانون التأمينات الاجتماعية. والسبب في ذلك لأن السبب لأن الحكومة كانت عندها تعديلات جديدة على القانون، وكذلك أعضاء السادة أعضاء المجلس وكذلك أعضاء اللجنة عندهم بعض الآراء الفنية، ولذلك ارتأت اللجنة سحب التقريرين. يعني صاروا 20 تقريبا، 20 تقرير اللي تم اعتمادهم. أي نعم صحيح. أستاذة زينب، الجداول المقارنة شنو أهميتها بالنسبة للباحث المالي، وشنو أجزائها الرئيسية؟ يعني أنا بتكلم فنيا أكثر، أنا بيدخل بشكل فني أكثر. أوكي. قد يخفى للبعض شنو هو الجدول المقارن. الجدول المقارن بداية يمر في جميع المراحل اللي أنا سبق وذكرتها، يبدأ بمرحلة البحث والدراسة يعد الجدول المقارن، وأيضا ينتهي في الجدول النهائي الجدول المقارن في المرحلة النهائية من إعداد التقرير ويرفق بالتقرير. بداية شنو هو الجدول المقارن؟ هو جدول توضع فيه نصوص القانون الحالية ونصوص القانون بالتعديلات المقدمة، سواء كانت تعديلات مقدمة من الحكومة، تعديلات مقدمة من السادة الأعضاء، أو تعديلات تدخلها اللجنة في اجتماعاتها، هذه كلها تكون موجودة في الجدول المقارن. وين تكمن أهمية الجدول المقارن؟ تكمن أهميته أن تساعدك في المقارنة، تقارن بين جميع النصوص المطروحة علشان تعرف شنو هو التعديل بالضبط، تعرف شنو هو التعديل، هل هناك إلغاء لنصوص معينة، هل هناك تعديل لنصوص أخرى، إضافة مواد جديدة، وأيضا يساعدك في معرفة أثر تعديل هذه المادة على المواد الأخرى، هذه لازم أيضا تكون بعين الاعتبار. الجدول المقارن يناقش من أعضاء المكتب الفني، والباحث يقوم أيضا بالاستطلاع على القوانين في الدول المجاورة سواء كانت الإقليمية العربية أو العالمية. مثال على ذلك احنا قمنا بذلك في اكثر من قانون، يعني قانون تنظيم المعلومات الائتمانية اللي سبق واقراره في الدور السابق، طلعنا على قانون دولة الامارات في هذا الشأن، قانون ايضا تنظيم التأمين، طلعنا على قانون دول الخليج، قانون السعودية، وهذا يكون موجود بالجدول. يعني كفريق عمل احنا ندرسه، ما نحطه بجدول المقارن، جدول المقارن الاشياء اللي تحال لنا رسميا من الحكومة، من السادة الأعضاء، التعديلات المحالة رسميا، بس احنا اثناء دراستنا كفريق عمل ناخذ بعين الاعتبار القوانين الدول المجاورة واي تعديلات اخرى مطروحة بشكل غير رسمي، فهي كلها تأخذ بعين الاعتبار، وأيضا في فرق العمل المشكلة من قبل المكتب الفني للجنة والمكتب الفني للحكومة. دكتورة هالة، اختصاصات اللجنة مثل ما نعرف لجنة الشؤون المالية والاقتصادية اختصاصاتها فنية بشكل كبير، شلون أو كيف وجدتوا يعني تعامل الشباب الكويتي مع هذه الضغوط وهذا الجهد؟ يعني احنا ما شاء الله محظوظين في اللجنة المالية ان عندنا كوكبة من الشباب خريجين جامعات عريقة، معظمهم حاصلين على درجات ما بعد البكالوريوس، يعني ماجستير ودكتوراه، دراسات عليا، فبصراحة يعني هذه النوعية المتميزة في الاختيار من مجموعة الموظفين الشباب الجدد ساعد كثير في دراسة القوانين وفي عمل اللجنة وفي سيرها، فالتعاون اللي يسود جو اللجنة، كل هذه من الأمور الجيدة اللي قاعد تسهل عمل اللجنة والإعداد الجيد. يعني يخضعون لدورات معينة، دورات تدريبية؟ طبعا احنا
لأن طبيعة عملنا شوية صعبة وفنيتها عالية، فطبيعي أن إحنا نحتاج أن إحنا ندرب موظفينا. وبالفعل مثل ما إحنا كنا استعنا في شركة متخصصة للدراسات الاكتوارية، كانوا أعتقد موظفين من عندنا انتدبناهم لأنهم يتدربون مع الشركة للعمل مع الشركة مع التأمينات الاجتماعية للتدريب، وأيضا واصلوا تدريبهم خارج الكويت، راحوا إلى الشركة المتخصصة وتدربوا عندها فيما يتعلق بالعجز الاكتواري. فيما يتعلق بالعجز الاكتواري بصراحة رئيس اللجنة جدا حريص ومهتم جدا في أن إحنا يعني رئيس اللجنة، وكانت يعني هاي الفكرة من رئيس اللجنة وأعضاء اللجنة أن نشوف وين المواضيع المهمة والمرتبطة بعمل اللجنة كتأمينات الاجتماعية اللي دائما حاضرة على جدول أعمالها، وإن إحنا ندرب موظفينا فيها. فحاليا إحنا في مكتب اللجنة يعني أقوم أنا بدراسة المواضيع هذه المهمة، وأشوف طبعا وين مكامن الضعف في الموظفين، شنو هي ما أقدر أقول عليها ضعف يعني، ولكن شنو هي احتياجات اللجنة اللي تنقصنا إحنا كباحثين وكموظفين، ونحاول نحن نصمم الدورات التدريبية المناسبة لهم وأن احنا نبعثهم فيها سواء داخل الكويت أو خارج الكويت. الآن المجلس في عطلة برلمانية يعني العطلة الصيفية، انتم موقفين يعني ايضا عطله بالنسبه لاعضاء المكتب الفني؟ والله احنا ابدا ما نوقف، احنا دائما نعمل يعني فحاليا بتوجيهات من رئيس اللجنه، واعتقد هو ذكرها سابقا. نعم، في الجزء في الجزء الاول عندنا موضوعات مهمه يجب ان احنا ننجزها وتدرج على جدول اعمال المجلس لبدايه دور الانعقاد القادم. نعم. فشكلنا فرق عمل لدراستها بحيث انها تكون جاهزه بمجرد ما يبتدي يعني تبتدي اللجنة تعاد في اجتماعاتها، بحيث أنها تكون جاهزة ومدرجة على جدول أعمال المجلس. إذا في كلمة أخيرة تفضلين فيها دكتورة هالة. طبعا بالأخير أحب أني أشكر سيد رئيس اللجنة وأعضاء اللجنة، بصراحة كانوا هما السبب الرئيسي في هذا الإنجاز المهم اللي حققت اللجنة في هذا الدور. دعمهم وتشجيعهم لنا ومحاولة توفير البيئة المناسبة للعمل وتذليل الصعوبات والمعوقات اللي احنا نواجهها ما في شك كان لها دور كبير في هذا، وأيضا اللفتة الكريمة من معالي السيد رئيس مجلس الأمة اللي خص موظفين اللجنة المالية وباحثيها بشهادات تميز نتيجة لجهودهم المبذولة في دور الانعقاد هذا اللي كان استثنائي بالنسبة لنا. الله يعطيكم العافية الدكتورة هالة الحميدي مدير إدارة اللجنة المالية والاقتصادية، وكذلك الأستاذ فهد رشود رئيس قسم الإعداد والمتابعة والأستاذة زينب الزنكة ورئيس قسم التقارير المالية، شكرا جزيلا لكم. مشاهدين الكرام، إلى هنا أصل معكم إلى ختام حلقة برنامج نبض اللجان لهذا الأسبوع، وإلى أن ألتقيكم بمشيئة الله في حلقات جديدة، أستودعكم وطبتم في أمان الله.